بسم الله يا ابو الابن الروح القدس اله واحد امين. العزه بتاعت الاربع اللي فات مش موجود على السايت يعني اشوف. هي القصه كانت قصه شبيهه جدا بالقصه اللي حصلت في الاصحاح 24 بتاعت انه جم الناس اللي في بريه زيف او الزيفيون جراحهم لشاول وقالوا له داود عندنا تعالى اقبض عليه، وطلع كالعاده معاه عدد من العساكر والرجال المختارين علشان يقتل داود. وبعدين داود ربنا سمح انه الحراس بتوع شاول وشاول يبقى نايم، فداود تسلل وراح خد كان معاه واحد من الرجال بتوعه يعني، وكان اللي هو ابنير ابن نير او ابناير ابن ناير، ومعاه خد الرمح بتاع شاول والكوز الميه بتاعه. وبعدين ناير بعد ما بعت راح نادى على داود وقال له نادى على شاول اسف او ما ردش على شاول، نادى على رئيس جيش بتاع شاول قال له انت يعني المفروض تكون بتحمي الملك وانت فين الكوز بتاع بتاع شاول والرمح بتاعه، انت كان المفروض انك تكون حمايه للملك. طبعا برضو كالعاده انه شاول يتاثر وقتيا ويقول له اهذا صوتك يا ابني داود، ولكن بلا توبة. انتهى الكلام، كان كلام كويس من شاول، ولكن داود أيقن أنه شاول مش هيتغير وأنه وعود شاول مش هتتغير. وأنا أعتقد ده رأي شخصي يعني أنه شاول يمكن في الوقت كان بيقول يعني تأثره من الموقف بيخليه يقول كلام هو يعني يقصد اللي يقوله، بس لأنه إنسان قلبه مش مع ربنا فما أسهل أن تاني الشيطان يتملك عليه ويرجع يعيد له أفكار الغلط تجاه داود ورغبات الانتقام والقتل ومقاومة مشيئة ربنا، لأنه شاول في قرارة نفسه كان يعلم أن داود هيكون الملك وقالها في آخر الإصحاح اللي فات. ما قالهاش في الإصحاح اللي فات، قالها في يمكن في 24. أقصد أنه في الآخر تردد من فم شاول نفسه معرفته بأنه ربنا هيدي المملكة لداود، وهو كان يعلم أنه بيقاوم مشيئة ربنا، بس عارف زي على الحد اللي في إيده حاجة عايزها مش عايز يسيبها، مع أنه ممكن يقول له مش مشيئة ربنا أنك تبقى معاك ديت، لكن هو ما إيه، هو مصر وعايزها، وعلشان يقتني دي أو يحوز ديت مستعد انه يقاوم حتى ربنا. فده اللي قلناه في الاصحاح اللي فات. اصحاح 27 بقى. وقال داود في قلبه اني ساهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين، فيأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم اسرائيل فانجو من يده. يرجع تاني داود، فاكرين الموقف ده تكرر قبل كده، فاكرين لما راح لاخيش الملك بتاع جت وعمل نفسه مجنون وحتى قال انا ناقص يعني مجانين هيتجننوا عليا، فاضطر انه يسيل لعابه يعني بمنظر مهين. لكن رجع تاني وقلنا ان دي كان موقف ضعف من داود. هنا تاني يتكرر نفس الموقف، وهنا برضو التعليق اللي احنا قلناه المره اللي فاتت انه الكتاب المقدس لم يخفي ضعفات رجال الله، لم يخفي ضعفات رجال الله، مع أن داود رجل الله بلا شك، وشفنا قد إيه قيمته وعظم داود اللي كان يقدر أنه يموت شاول مرة واثنين وثلاثة ومنهم مرات في منتهى القوة كان في إيده، واللي حواليه يقولوا له يعني ده ربنا بعته لإيدك. ومرة تانية الأبنير لما كان مع داود قال له هي ضربة واحدة مش هتني، هي ضربة واحدة حموته خلاص ونخلص من اللي احنا فيه دوت. لكن كان بمنتهى القوة داود يرفض دوت، لكن ده ما لغاش انه يضعف. هو
معذور انه ما يصدقش شاول. شاول وعوده لا تصدق او لا تضمن، ولكن كان المفروض يكون واثق في ايه؟ في ربنا. وعشان كده برضو نرجع نفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، انه ما هل هنا اتقال انه استشار ربنا فربنا قال له روح جت؟ ما حصلش. روح اسكن عند اخيش ملك واحد من ملوك الفلسطينيين، ما حصلش. وعشان كده الانسان لما يتصرف لوحده كتير ياخد قرارات ايه؟ قرارات خاطئه. وان كان لما الانسان بشكل عام، بشكل عام حياته بشكل عام مع ربنا، حتى اخطائه ديت ربنا بيستر عليه فيها. طبعا محدش ياخد الكلام ده، علشان ده مهم قوي نستخدم الكلام في المدى بتاعه. يعني ايه؟ مش عايز ادي لكم امثله يعني صعبه. مثلا في مثلا في الفيزياء وفي القوانين يقول لك القانون ده يسري في مدى معين مثلا من السرعات، لو السرعه زادت عن كده قوانين تانية مثلا يعني. فهنا احنا مهم قوي ان احنا ناخد الكلام ده، ان ربنا احيانا كتير يستر على اخطائنا. ده من محبه ربنا، مش علشان انا اقول ايه طيب بما ان ربنا بيستر على اخطائي اغلط وابقى يستر. طبعا ده استخدام خاطئ للايه، زي مثلا الايات اللي بتتكلم مثلا عن رفض ربنا وكراهيته للخطيه. لما استخدمها مع واحد او مع نفسي وانا في حاله ياس وفي سقوط هتعب وياس واضيع خالص، ممكن لو استخدمتها مع حد يأسه وخليه يعني يفقد الرجاء تماما. بينما في آيات تانية بتاعت التوبة وقبول ربنا للتوبة، دي اللي تستخدم في الوقت ده. ما استخدمهاش مع واحد مستهتر أو يعني أعمل الخطية ولا ما عملهاش، ربنا طيب. لو استخدمت دي في الوقت ده، والشيطان هو الشيطان شاطر بقى في الحكاية دي، إنه يقول لي إيه لما قبل المغلط، يقول لي ربنا طيب احنا ما فيش مشكلة. وبعدين ده ماري اسحاق، حد ماري اسحاق السورياني يقول كده، ولما اجي بعد الخطية بعد السقوط يقول لي بس انت غلطت، هتقف ازاي قصاد ربنا بالطريقة دي؟ وبالتالي بقول مهم اوي ان احنا الكلام نعرف نطبقه فين وامتى، فين وامتى. داود ربنا سطر على اخطائه لان مجمل حياته مع ربنا، لكن مش معنى كده ان انا ده دعوه لاستسهال الخطيه، ولكن ده رؤيه لامانه ربنا لما يكون الانسان بيحب ربنا في مجمل الحياه. يعني عايز اقول ليه بقول مجمل الحياه، كلنا فينا ضعفات، لكن اتجاه الحياه ماشي فين؟ لربنا ولا لغير ربنا؟ ما داود مشاول موقف الاخير في نهايه، يعني بعد ما قصتين بتوع لما كان داود هيموته، قال كلام كويس، بس مجمل الحياه ايه؟ اتجاه الحياه ماشي فين؟ ماشي غلط. كان في تاثر وقتي. يعني الغريب هو ايه؟ مش بتكلم على طول المده، يعني الطبيعي بتاع شاول شر باصرار، ولكن في شويه حاجات في النص يمكن ايه يبدو يعني تاثر، بس كانت تاثرات وقتيه. لكن داود له اخطاء، لكن مجمل الحياه ايه؟ مع ربنا. مش عارف واضحه الحته دي؟ كنت عايز اقولي حاجه جميله. يعني في رومية 2 يقول كده هوت، أم تستهين بغنى لطف الله وإمهاله غير عالم أن إنما أنات الله إنما تقتادك إلى التوبة. أنات ربنا، وبالتالي مهم أوي استخدم في أنا ربنا بيطول باله عشان أتوب، لكن مش معنى كده أن أنا أستهتر بالإيه؟ بالكلام. فنرجع فبقول أنه فداود كان تصرفه في الهروب لفلسطين كان تصرف فردي شخصي ملوش حق فيه، ما سألش ربنا، ناتج عن ضعفه. هو ليه حق ما يثقش في شاول، لكن كان المفروض انه يكون ثقته في مين؟ في ربنا، وما يلجأش الى هذا الموقف. وهنشوف انه التصرف ده هيحطه في موقف شديد الحرج ازاي، ولكن هنرجع ونقول انه كان ربنا بيستر حتى على اخطاء داود، لانه مجمل حياة داود زي ما قلنا كان مقدس ومع ربنا. قال داود في قلبه إني سأهلك يوما بيد شاول، فلا شيء خير لي من أن أفلت إلى أرض الفلسطينيين. فييأس شاول مني فلا يفتش علي بعد في جميع تخوم إسرائيل، فأنجو من يده بالهروب. والحقيقة أنجو من يده بإيه؟ بعمل إيه؟
المفروض كان يقول كده بدل ما أنجو من يده بالهروب. أنجو من يده إزاي؟ بيد الله، بيد الله. فقام داود وعبر هو والستمائة رجل الذين معه إلى أخيش ابن إلى أخيش ابن معوك ملك جت. وأقام داود عند أخيش في جت هو ورجاله كل واحد وبيته، داود وأمرأتاه أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نبال الكرملية. فأخبر شاول إن داود قد هرب إلى جت فلم يعد أيضا يفتش عليه. طبعا ما عادش يفتش عليه، ليه؟ ما يقدرش يروح يحارب ليه؟ لو راح حاول يدور عليه في أرض الفلسطينيين هيبقى بيحارب الفلسطينيين، هو مش عايز يخش في ده. وبالذات إن احنا شاول زي ما احنا شفنا إنه إيه الحالة حتى السياسية والعسكرية كانت في حالة إيه؟ انحدار وانهيار. وحنشوف في الإصحاح اللي جاي القصة دي وصلت لحد فين يعني. فداود لقى حسبها كده، وشاول لما عرف إنه داود رايح لأخيش ملك الفلسطينيين فرفض إنه طبعا يتتبعه لأنه مش عايز يصطدم بالفلسطينيين. ممكن حد يسأل طيب هو مش راح قبل كده وشاف إن النتيجة وهرب، وبعدين المرة اللي فاتت قلقوا منه الفلسطينيين، قلقوا من داود لأنه يعرفوا تاريخه إنه هو اللي موت جلياط. صحيح قصة مطاردة شاول لداود قصة معروفة، ويمكن تكون أحد الأسباب اللي خلت ملك الفلسطينيين يطمن شوية لداود لأنه فاهم أنه مطرود ومطارد من شاول ملك يهوذا. لكن في نفس الوقت هو المرة دي كان الموقف مختلف. المرة دي داود رايح ومعاه إيه؟ عيلته. مش منظر واحد رايح يتجسس، واخدين بالكم الفكرة يعني اللي يطمنهم المرة دي معاه الرجالة بتوعه ومفهوم انهم طريد ومعاه عيلته. يعني لو واحد راح يتجوز جاسس مش هياخد معاه أسرته وعائلته يعني. فقال داود لأخيش إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فليعطوني مكانا في إحدى قرى الحقل فأسكن هناك. ولماذا يسكن عبدك في مدينة المملكة معك؟ ليه داود طلب الطلب ده؟ يقول لك فأعطى أخيش في ذلك اليوم سقلغ لذلك صارت سقلغ لملوك يهوذا إلى هذا اليوم. وكان عدد الأيام التي سكن فيها داود في بلاد الفلسطينيين سنة وأربعة أشهر. إيه الحكاية دي؟ ليه داود ما طلب أنه مدينة أو قرية بعيدة عن الملك؟ لأسباب كتير. أول حاجة هو يمكن جرب حكاية الاقتراب من الإيه؟ من الملك اتنين انه قد يضطر لانه يشترك في عبادة وثنية الملك، والملك وثني، فاقترابه من الملك قد يضطر لانه يشترك في عبادة وثنية. وداود بالتأكيد ما كانش في نيته حاجة من دي ابدا. داود كان عايز يهرب من شاول تصرف خاطئ لكن مش ما كانش عنده استعداد انه ايه يعبد آلهة وثنية. تالت نقطة انه قد يحتاج انه يحارب، فلو حارب وبان انتصر لانه واضح انه هنشوف برضه في الاجزاء اللي جايه انه كان واضح انه احتكاكات القبائل مع بعض حروب صغيره يعني ده كان وضع طبيعي. فلو شاول حاور حروب زي دي هيبتدي الملك ايه يقلق منه لو لقاه بينتصر، عشان كده طلب هذا الطلب انه ياخد ايه انه ياخد قرية بعيدة عن الملك. وصعد داود ورجاله وغزوا الجشوريين والجرزيين والعمالقة لأن هؤلاء من قديم سكان الأرض من عند شور إلى أرض مصر. ده اللي كنت بقوله لكم إنه كان من الطبيعي أن يحصل احتكاكات ما بين القبائل، ونلاقي داود حارب القبائل دي وغالبا دول من فروع من العمالقة، والعمالقة كانوا ملعونين من أيام يشوع، من أيام يشوع. وبالتالي كان داود من ناحية بيحقق مشيئة ربنا، اتنين أنه كان يبدو أنه ده الطبيعي، وكان لازم يعني عشان شخص يثبت وضعه في مكان كان لازم يحارب ويأمن المكان بتاع سكناه. وضرب داود الأرض ولم يستبقي رجلا ولا امرأة، وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء إلى أخيش. فقال أخيش إذن لم تغزو اليوم. يعني إذن لم تغزو اليوم؟
هو يقولوا في الترجمة السبعينية الحتة دي جت انه ها غزيت مين النهاردة، يعني حاربت مين النهاردة. فهو طبعا اولا كان الملك ابتدى ياخد من داود جزية، كان واضح انه ايه بيروح يديله غنم زي ما اتقال في الحتة اللي فاتت، واخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيابا ورجع وجاء الى اخيش، كان بيجيب وبالتالي كان بيقدم جزية. تاني نقطة انه الحروب هو ما كانش عايز برضو زي بقول لكم يعرف يتعرف عنه انه بيحارب وينتصر لألا يثير مخاوف عند مين؟ عند ملك جاد. فبيقول له انت حاربت النهاردة؟ فقال له لا انا ما حاربتش. فقال داود بنى على جنوبي يهوذا وجنوبي اليرحمائيليين وجنوبي القنيين، فلم يستبقي داود رجلا ولا امرأة حتى يأتي الى جاد، إذ قال لألا يخبروا عنا قائلين هكذا فعل داود وهكذا عادته كل أيام إقامته في بلاد الفلسطينيين. فصدق أخيش داود، يعني أنا ما حاربتش وموت الناس عشان ما حدش يجي يقول إيه ده داود عمل فينا. طبعا تكتشفوا أنه داود ابتدى يقول حاجات مش حقيقية. الخطية كده، الخطية تجيب خطية على طول، الخطية تجيب خطية على طول. خدوا مثال يوسف، أخواته عملوا إيه؟ اولا الحكايه ابتدت بايه؟ غيره، وبعدين بعد الغيره مؤامره مش كده، نقتله لا ما نقتلوش، في الاخر ما قتلهوش. طب وبعدين باعوه، وبعدين كذبوا يرجعوا يكذبوا ولازم يدبروا بقى مؤامره ايه، هات القميص نذبح حمل نحط الدم. بص فالخطيه كده، الخطيه ما بتمشيش غير في سلسله، ما يكسرهاش غير التوبه والمواجهه. أنا غلطت وأتحمل النتائج، غلطت وأتحمل النتائج. الحياة المقدسة كده برضو، الفضيلة كده، الإنسان لما يبتدي يتمسك بأمانته مهما حصل ولازم في الآخر هيحصل خير. أحط يوسف، يوسف إنسان أمين، أمانته مع باباه اللي حبه، هل حبه بزيادة؟ أكيد كان ولد حلو، يعني أكيد جزء الموضوع فيه أهالي يحبوا أولاد لسبب أو لآخر، شكله حلو شاطر ناجح مش عارف إيه، لكن برضه مش ممكن يحصل لو كان الابن ده متعب. فيوسف كان ابن حلو مع بابا، يوسف كان عبد كويس مع فوتيفار، يوسف كان سجين كويس، يوسف كان يعني رجل أو وزير في أرض مصر كويس. حياة يوسف حياة إيه؟ ثابته، حياه ناجح. طبعا مش بس النجاح، لكن عايز اقول انا بتكلم على الثبات. احنا دايما النجاح ده اللي نتكلم عليه، وبقى وزير ومش عارف ايه، كان رب مع يوسف كان رجل نجاح، من الايه اللي بتحطوها الطلبه كلهم على الكراسات يعني. لكن بقول على حته استقامه الحياه في المقابل انه الخطيه تجيب خطيه، سلسله تشبك في بعضها على طول، تشبك الكذب يخدم على الغلط، عشان انا ناوي اكذب فبعمل غلط ومفيش مشكله هغطي بكذبه، والكذبه تجيب كذبه وهكذا. الخطيه اشوفهم زي ما حكيت لكم يمكن قبل كده، بتلاقي الشخص مثلا اللي بياخد مخدرات لازم يكذب، يسرق، كلها حاجات راكبه على ايه؟ ينصب، كل دوت كلها حاجات شبكه في ايه؟ في بعض. شيطان يعني الخطايا سلسله احيانا، يعني مثل او تشبيه يعني بايخ، انه ايه نستفيد ايه من الشيطان؟ التيم وورك، ها؟ شيطان الزنا يشتغل مع شيطان الكبرياء، شيطان الكذب يشتغل مع شيطان، وهكذا. الشيطان يعني يشتغلوا ايه؟ طبعا يعني ما نحبش نتعلم من الشيطان حاجه، لكن ازاي انه الخطايا تدفع ايه؟ تدفع بعضها. فداود الشخص الكبير اللي احنا بنتكلم عنه لما هرب، خاف، التجأ لغير ربنا، اضطر يكذب، وابتدى الإنسان يتكل على إيه؟ على نفسه، ويحمي هو نفسه بطريقته، وطريقته غالبا بتكون طريقة إيه؟ خاطئة. فصدق أخيش داود قائلا قد صار مكروها لدى شعبه إسرائيل فيكون لي عبدا إلى الأبد، وصدق أخيش كلام داود. صح اللي بعده، وكان في تلك الأيام أن الفلسطينيين جمعوا جيوشهم لكي يحاربوا إسرائيل، فقال أخيش لداود اعلم يقينا أنك ستخرج معي في الجيش أنت ورجالك. فقال داود لأخيش لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. احتكاكات دائمة ما بين الفلسطينيين واليهود، وبعدين الفلسطينيين قرروا أنهم هيحاربوا شاول،
ومن من ثقة أخيش في داود، ودي برضو حتة عجيبة إنه يثق فيه للدرجة دي. فمن ثقة أخيش في داود قال له أنت هتيجي تحارب معايا لإيه؟ هتحارب معايا إسرائيل. طبعا ده موقف شديد الحرج، برضو إحدى التبعيات أو التبعات بتاعة تصرف داود ولجوءه للإيه؟ للفلسطينيين. النهاردة داود قد يضطر أنه يحارب إسرائيل شعبه ضد مين؟ ضد الفلسطينيين، أو مع الفلسطينيين، يحارب ضد إسرائيل مع الفلسطينيين. وده موقف شديد الصعوبة على داود. داود مش مرتب نفسه على كده، هو هربان من شاول، تصرف غلط، لكن في الآخر هيضطر النهاردة أنه يحارب إيه؟ يحارب شاول. فقال داود لأخيش لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. قال له كلام عين، قال له كلام إيه؟ عين. قال له أنت هتشوف في عبدك هيعمل إيه. وطبعا ما نعرفش لسه هيعمل إيه، وهو أعتقد أنه لما قالها هو مش عارف هيتصرف إزاي، حال هيروح يحارب ضد شعبه، ودي داود ما يعملهاش. بس نفس الوقت لو 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 حسس أخيش إنه إنه مش موالي ليه بجد ومش أمين ليه بجد، قد يعني تنتهي الأمر بإنه أخيش هو اللي إيه؟ هو اللي موته. الكتاب المقدس هياخد بريك هنا، هياخد وقفة وهيروح لمشهد تاني. فقال داود لأخيش لذلك أنت ستعلم ما يفعل عبدك. فقال أخيش لداود لذلك أجعلك حارسا لرأسي كل الأيام. خلاص أنت هتبقى الإيه؟ الحارس الشخصي يعني، أو طقم الحراسة بتاعي. إيه اللي هيحصل؟ مش هيتقال دلوقتي، هيتقال الإصحاح الجاي. لكن دلوقتي هنروح سفر صمويل. الحقيقة يعني أعتقد كلام يسري على الكتاب المقدس كله، أنه يدي لقطة إيجابية لنموذج إيجابي، ولقطة إيه؟ سلبية. وقدامك النموذجين، اختار على قياس ما قاله موسى لما قال قد جعلت أمامك طريق حياة لحياة وطريق موت لموت، فاختار الحياة لإيه؟ لتحية. كتاب مقدس عبارة عن مجموعة مختارة من الشخصيات والأحداث والتعاليم اللي بتقول لي قدامك الطريق الكويس اهو والطريق الايه الوحش اهو، اختار. الحياة اختيار. يعني كل النماذج اللي في الكتاب المقدس دي التأكيد على انه في واحد بيختار الشر وفي واحد بيختار الخير، وانت قدامك الاثنين، ده اخرته ايه وده اخرته ايه، ومش انت مش معفية لانك انت شفت حكاية بحالها من اولها لاخرها، مين اختار خير وانتهى لايه، ومين اختار شر وانتهى لإيه. فهتنقل يعني، تخيلوا كده ان انتوا بتتفرجوا على فيلم ولا حاجة، والصورة كده حصلها فيد اوت يعني من المشهد بتاع داود، وتروح تبتدي ايه مشهد جديد عند مين؟ عند شاول. فايه اللي هيحصل هنشوفه المرة الجاية بالنسبة لداود في قصة في المزنق او في المأزق اللي هو ايه اللي هو فيه، هيحارب ضد اسرائيل مع أخيش ولا هيرفض ويصطدم بإيه؟ بأخيش. ديت هنشوفها الإيه؟ المرة الجاية وإيه اللي هيحصل فيها. لكن المرة دي هنبتدي نشوف شاول الوضع عنده إيه بقى. ومات صمويل. طبعا صمويل اتذكر موته قبل كده، مش أول مرة يتذكر موته، بس هو هنا اللي كتب السفر بيتذكر بقصة موت صمويل، لأن صمويل هيرجع يبان في المشهد اللي إيه؟ اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. طبعا افكركم بانه غالبا اللي كمل كتابة سفر صمويل، صمويل كتب الجزء الاولاني من السفر، لكن صمويل اول وتاني غالبا الاثنين من الـ من الـ من التلاميذ او الاولاد بتوع صمويل، واحد اسمه جاد وجاد الرائي، والتاني مش متذكر اسم، مذكورين اعتقد في اخر سفر في الاصحاح 29 اعتقد من سفر صمويل الثاني. لا مفيش 29 في صمويل الثاني، يمكن ملوك مش متذكر يعني. المهم انه من ولاد هم اللي كتبوا السفر، فهنا رجعوا يذكرهم ثاني بانه صمويل مات،
ومات صمويل وندبه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته. وكان شاول قد نفى أصحاب الجان والتوابع من الأرض. شاول يعني يمكن في وقت سابق، في وقت لسه ما كانش يعني انحدر لمستوى وحش في بعده عن ربنا، وزي ما قلنا ان هو بدايته ما كانتش وحشة، ويمكن يكون حب ياخد موقف يعني يبان فيه بطولته، فنفى أصحاب الجان والتوابع. إيه أصحاب الجان؟ الناس اللي بيشتغلوا في الأرواح الشريرة. الجان يقولوا كلمة جان ديت مش مستخدمة غير في اللغة العربية، لكن هي في الإنجليزي تلاقوها spirits، وهي الحقيقة شياطين يعني. فالناس اللي بيشتغلوا في إيه؟ في موضوع الشياطين واللي بيتبعوا الشيطان للسحر يعني، بالضبط كده. فاجتمع الفلسطينيون وجاءوا ونزلوا في شونم، وجمع شاول جميع إسرائيل ونزل في جلبوع. ولما رأى شاول جيش الفلسطينيين خاف واضطرب قلبه جدا. الخطية دايما يعني، الخطية والخوف لا ينفصل. الإنسان اللي في الخطية خايف دايما، والخوف معناها أنه إيه؟ أن لسه الإنسان إيه؟ يعني قديس أغسطينوس قال: وقفت على قمة هذا العالم إمتى؟ عندما أحسست أني إيه؟ لا أريد شيء من العالم ولا أخاف شيء في العالم. فالخوف والخطية متلازمان. عشان كده الكلمة والوصية اللي تتكرر كتير قوي من ربنا لأولاده: لا إيه؟ لا تخف. والخائفون من القيمة الوحشة بتاعة الناس اللي مش حيرسوا ملكوت السماوات زي ما تقال في الإيه؟ في الرؤية. الخائفون إحدى الفئات، بل يمكن أولها، أول التاني يعدد الفكر: الخائفون والزنا والرجسون وعبد الأوثان. اللسة دي كان الخائفون منها، ويمكن على قمتها أو يمكن النمرة اتنين فيها. فالخائفون الخوف في حد ذاته خطية ونتيجة للإيه؟ للخطية. فالمنظر اللي هنبتدي نشوفه دلوقتي في شاول إنه خايف ومضطرب القلب جدا، واضطرب قلبه جدا. وطبعا لأنه حياته متلخبطة وبعيدة عن ربنا، فمش لاقي ملجأ ياخد منين سلام. فقال، فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب. مين هيجاوب؟ لا هو نبي ولا، وهو قتل الكهنة، وحتى صمويل في حياته عرف في الآخر أنه شاول لا يتورع أنه يقتله، وكان انحدر مستوى شاول إلى أدنى مستوى. فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأريم ولا بالأنبياء. وده يوريكم نقطة مهمة، أنه طب الأريم والتميم ده كان حاجة زي حجارة كده، عن طريقها ممكن الشخص يسأل الكاهن وكانوا يقولوا له ويرشدوه يتصرف ازاي. طبعا تكتشفوا انه الاعمال ربنا وعطايا ربنا والامكانيات اللي ربنا بيديها مرتبطه بايمان الانسان مش تعويذ. دي نقطه مهمه قوي. يعني مش معنى انه كان في طريقه ربنا يجاوب بيها الشعب انه ربنا هيجاوب على طول الحاجات دي كده اوتوماتيك، لكن كانت مرتبطه بايه؟ بقلب الناس. إذا الناس يعني، حدي مثال القرعة الهيكلية، ده مثال يعني. إحنا بنؤمن إنه الموضوع مش إنه قرعة بتتعمل، ولا أي حد عايز أي حاجة، ناس كتير تلجأ لحكاية القرعة دي يعني، عشان شغل، عشان سفر، عشان عروسة، عشان مش عارف إيه. يعني هي طريق خاص، لكن ما أقدرش أقول إن أي حد يعمله. في حد يقول طب ليه ما عم يعملش كده؟ طب ما هو في القرعة الهيكلية وبيختار البطرك بيها. آه بس بناء على إيه؟ صلوات الشعب، بناء على صلوات وأصوام الشعب. والحقيقة على قد انسحاق الشعب واستقامة حياة الناس وتوبة الناس وصلواتهم النقية، على قد ما ربنا يستخدم القرعة لإيه؟ لحساب إيه؟ كنيسة. ولو الناس مش طيبين ماهيش حاجة أوتوماتيك، مش هتجيب الأفضل، مش هتختار الاختيار ربنا من غير ما يكون في إيه؟ في توبة في الإيه؟ في حياة الناس. فشاول سأل، بس ما سألش بقلب مستقيم، ما سألش بقلب مستقيم، هو سأل الخوف. هو مش سأل عشان عايز ربنا، عايز رب انت عايز مني ايه؟ لا لا لا، هو خايف. وطبعا الموقف حوالين شاول كله موقف ايه؟ منهار، لان هو بعيد عن ايه؟ عن ربنا. فسأل شاول من رب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأريم ولا بالأنبياء. فقال شاول لعبيدي: فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها. فاكرين لما كنا بنقول عن يوسف دلوقتي قلنا ان حياته مستقيمه،
ابن كويس كعبد كويس، كسجين كويس، هو انسان كوزير كويس، هو حياته ايه؟ فيها استقامة. لكن شاول لا، هو صحيح طرد اصحاب الجان والتوابع، ولكن لما الدنيا زنقت عليه قالوا شوفوا لي واحد منهم، هو اللي منعهم، هو اللي حرمهم، هو اللي لو عرف انه حد اللي اصدر القرار بانه لو عرف حد منهم انه او يعني حد فيهم بي موجود هيقتله، هيأمر بقتله. النهارده هو اللي بيدور على حد علشان ايه؟ يستشيره. دي وريكم، وعشان كده الحكايه خلاص قربت خالص. احنا اتفقنا انه احنا شفنا منحنى شاول وهو عمال ايه؟ عمال ينزل وخلاص قرب للنهايه. الحرب اللي هيخشها ديت هي اللي هيموت ايه؟ هيموت فيها. بس خلاص ادي اخر مستوى. كان كل ده كان في فرصه لشاول، كان في فرصه يقول له يا رب انا غلطت ولخبطت الدنيا وبوظت الدنيا، انا هرجع داوود ومش هعمل له حاجه وهفضل الملك، لكن انا غلطت في حقه وهصلح حاجات كتير، انا لو حتى لو مت في الحرب انا عايز اكون معاه. كان ممكن يعمل حاجات تانية غير انه ايه؟ يروح يلجا لايه؟ لاصحاب الايه؟ لاصحاب الجان اللي هو كان محرمهم. فذهب فقال شاول عبيدي فتشوا لي على امرأة صاحبة جان فأذهب إليها وأسألها. فقال له عبيده وذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى وذهب هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال اعرفي لي بالجان واصعدي لي من أقول لك. يعني اضطر برضو عشان إيه؟ عشان يمشي ده مكسوف، هيروح يقول أنا شاول. أولا لو قال أنا شاول حدش هيرضى إيه؟ يكشف له ان هو بيشتغل في السحر وفي قصه الجان دي. ولو عرفوا ان هو شاول هيبقى وحش، لانه لو هو عايز بجد يعني هو مش خدعه فهتبقى منظره وحش، لان هو اللي حرم ومنع اصحاب الايه؟ اصحاب الجان، وبالتالي كان مضطر انه ايه؟ يتنكر. برضه صوره ايه؟ صوره وحشه للملك انه يضطر يتنكر لانه مش قادر يبرر تصرفه. ايه سبب تنكر شاول في هذا الموقف؟ عندوش التبرير اللي بيعمله، مش قادر يدافع عنه، بيعمل غلط، على انه بيعمل غلط. عشان كده الانسان اللي بيعمل غلط ايه؟ انسان دايما مستخبي، دايما محتاج انه ايه؟ يتخفى. فقال له عبيده هو زي امرأة صاحبة جان في عندور. فتنكر ولبس ثيابا أخرى وذهب هو رجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا وقال اعرفي لي بالجان وأصعدي لي من أقول لك. أصعدي لي دي يعني حكاية تحضري الأرواح، يعني تحضير الإيه؟ الأرواح. طبعا في حاجة اسمها تحضير أرواح، لكن ده عمل إيه؟ ده عمل مع الشيطان مش كده؟ ده عمل مع الإيه؟ الشيطان. فقالت له المرأة هوذا أنت تعلم ما فعل شاول؟ كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض؟ فلماذا تضع شركا لنفسي لتمتها؟ ليه عايز تعمل فيها كده؟ لانه لو تعرف لو تسمع لو الموضوع راح لشاول، هي طبعا مش عارفه ان اللي قدامها هو مين؟ هو شاول نفسه. فحلف لها شاول بالرب قائلا حي هو الرب انه لا يلحق اسم في هذا الامر، ما حدش هيعرف الكلام ده هو بيني وبين. فقالت المراه من اصعد لك؟ فقال اصعدي لي صموئيل. طبعا صموئيل هو الفجر الكبير، هو النموذج، هو الشخصيه الايه؟ الكبيره في عينين مين؟ في عينين مش ربنا طبعا، بس في عينين شاول. هو اللي مسحه ملك، هو اللي قاد زي ما قلنا، يعني بنرجع لسفر صموئيل في بداياته، هو اللي احدث النهضه الروحيه الكبيره في ايه؟ في اسرائيل. هو اللي مسح شاول، وطبعا هو شاول ما كانش يعرف، لكن هو كمان مسح مين؟ مسح داوود. فشاول ده الشخص الكبير قوي في عينين شاول بالاخص، وطبعا بالنسبه للشعب كله، بدليل انه فعليا ربنا، لانه لو نشوف في سفر ارميه ده بعد صموئيل بحوالي 500 سنه او اقل شويه، 400 وي لا بتاع 500. ف ال ربنا يقول كده هو في سفر ارميه لو وقف بيه موسى وصموئيل لن اصفح للشعب، يعني وده يوريكم قدر مين؟ قدر صموئيل. فلما حب يسأل حد قال لها طلعي لي حضري لي روح مين؟ حضري لي روح صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وأنت إيه؟
وأنت شاول. لما جه صموئيل ويبدو أنه قال له يعني واضح أنه عارف شاول أو قال له أنت شاول، فالمرأة انزعجت جدا، فقالت المرأة لشاول لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي. مضطر هو يكسر إيه كلامه. الملك دايما والشخص الحقيقة الكبير يحترم إيه كلمته، ويبقى مبدأه مبدأ ما بيتغيرش. لكن للأسف أنه شاول اضطر أنه يعوج المبادئ اللي حتى والقرارات اللي هو خدها، لأنه إنسان خايف وضعيف. فقال أصعدي لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت بصوت عظيم وكلمت المرأة شاول قائلة لماذا خدعتني وأنت شاول؟ فقال لها الملك لا تخافي، في ماذا رأيتي؟ فقالت المرأة لشاول رأيت آلهة يصعدون من الأرض. فقال لها ما هي صورته؟ فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة. فعلم شاول أنه صموئيل فخر على وجهه للأرض وسجد. فصموئيل هو اللي ظهر وهو عارف شكله. فقال صموئيل لشاول لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ فقال شاول قد ضاق بي الأمر جدا، الفلسطينيون يحاربونني والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. فقال صموئيل لماذا تسألني والرب قد فارقك وصار عدوك، وقد فعل الرب لنفسه كما تكلم عن يدي وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود. وخلي بالكم شقة فعل إيه ماضي. داود صموئيل بيتكلم شاول على أنه الشق المملكة أمر إيه منتهي خلاص. هو حكم على إيه؟ حكم على نفسه. شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود لأنك لم تسمع لصوت الرب ولم تفعل حمو غضبه في عمليق، لذلك قد فعل الرب بك هذا الأمر اليوم، ويدفع الرب إسرائيل أيضا معك ليد الفلسطينيين بسبب القائد اللي مش إنسان روحي. كانت النتيجة أنه إيه؟ أنه ضيع حتى الشعب كله. ليد الفلسطينيين، وغدا أنت وبنوك تكونون معي، ويدفع الرب جيش إسرائيل أيضا ليد الفلسطينيين. فأسرع شاول وسقط على طوله إلى الأرض وخاف جدا من كلام صموئيل، وأيضا لم تكن فيه قوة لأنه لم يأكل طعاما النهار كل والليل. وده يورينا وصف بقى لصورة إيه صورة شاول في الحالة الوحشة اللي هو فيها. طبعا سؤال بقى المشهور دي، حتى دي طبعا فيها سؤال مشهور، طب هل في تحضير أرواح؟ طب ولو تحضير أرواح إزاي ربنا يسمح أن واحدة صاحبة جان تحضر روح صموئيل؟ السؤال الثاني، هل هو صموئيل ولا ده شيطان جه بيقول الكلام ده على فم صموئيل؟ أو في رأيين، في رأي بيقول أنه هو صموئيل، وفي رأي بيقول لا ده مش هو صموئيل. طبعا هو الأرجح جدا هو صموئيل. ليه؟ أولا انه في اشاره في سفر يشوع بن سيراخ على الموقف داود، وانه صموئيل هو اللي اتكلم. دي نمره واحد. نمره اثنين، هنا روح صموئيل او ان صموئيل يظهر ويكلم شاول ده مش بسبب صاحبه الجان، مش بقوه الشيطان، لكن ده بسماح الهي عشان شاول يسمع من ربنا على فم صموئيل انذاره الايه الاخير، انذاره الاخير. نمرة ثلاثة، انه الكلام اللي قاله صموئيل هنا تحقق بالظبط، الكلام اللي قاله صموئيل هنا كله تحقق بالظبط، وبالتالي الارجح ان ده صموئيل بسماح الهي مش بقوة الشيطان، لكن ربنا هو اللي سمح بده علشان يدي هذا الكلام الاخير لمين؟ لا 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 لشاول. وبالتالي ربنا سمح ان صموئيل يجي وانه يسمع منه هذا الكلام الصعب بتاع ان المملكه هتنتهي والشعب هيتهزم بسبب خطيه مين؟ بسبب خطيه شاول، ويبقى شاول في هذه الحاله المحزنه من الخوف ويسمع يعني اصعب حاجه انه ملك يسمع دوت هتتغلب وهيحصل لك والمملكه هتتشق وشعبك هيتهزم بسببه. كان هو خاف ووقع على منطوله، ولكن للأسف ما تقالش برضه انه نصلي
قالش مثلا انه قال له يا رب سامحني، ما قالش. كان برضو كل ده فيه فرصه. برضو هنرجع ونقول لو كان شاول، تخيلوا انه شاول بعد الموقف دوت صرخ وقال له، فاق لنفسه وقال يا رب لخبطت حياتي كلها وعملت وسويت وايام عمليق ومع داود وعملت وعملت، سامحني. كنا هنيجي النهارده نحكي الحكايه بطريقه ايه مختلفه. كنا هنقول يا شفتم واحد قدم توبه في الاخر، واحد مع انه لخبط حياته كلها لكن ايه، لكن قدم توبه. لكن للاسف هو فقط خاف اكتر، خاف بس. عشان كده ممكن الانسان يبقى في موقف صعب، لكن ازاي خوفه الطبيعي يحطه قصاد مين؟ قصاد ربنا، فيطلع من الموقف ايه؟ متقوي بايه؟ بربنا. يعني احنا كتير بنقف في مواقف صعبه وتقلق وتزعج وتخيف، ولكن بنخاف لان احنا لوحدنا، وبنرفع عينينا لربنا ونطلب قوته، فنلاقي الايه؟ الخوف يتبدد، مش من نفسنا ومش لان الموقف مش مخيف، لكن لان احساسنا بحضور مين؟ بحضور ربنا. فشاول لم يفعل شيء من ايه؟ من هذا. كل اللي عمله انه ايه؟ وقع من طوله وبس، لما سمع الكلام اللي هو كان المفروض عارفه. الحقيقه السكه هو ما كانش محتاج صمويل يجي يقول له كده، وكان محتاج يراجع نفسه. فاكرين قبل كده انا قلت لكم سالتكم سؤال دايما نساله، ايه اللي خلى اهل نينوى قدموا توبه؟ انا عارف كنا اتكلمنا في دي، فاكرين احنا الناس يقولوا اصل يونان نبي كويس، واصل ربنا عايز شعب نينوى. طب ما ربنا عايز كل الشعوب، ويونان مش احسن من انبياء تانيين ما تسمع لهمش. لكن الـ 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 النقطه الفارقه في الموضوع ايه؟ انه مش توبه بس. وايه اللي خلته يتاب؟ لا، انه الانسان يرجع يبص على نفسه يقول انا استحق الكلام ده ولا لا، انا استحق الحكم ده ولا لا. وده اللي عملوه اهل نينوى. لو كان شاول وقف مع نفسه وقال ايه اللي انا فيه ده، ايه اللي خلاني مخليني خايف كده، ايه اللي بهدل المملكه في عهدي كده، ايه اللي مخليني خايف من داود ده كده، ايه دوت، ايه اللي انا فيه، ليه انا عامل في نفسي كده. لو فكر شويه وقعد مع نفسه في لحظه صدق وصراحه مع نفسه، واجه نفسه وقال انا غلطت، انا غلطت لما تتبعت داود، ايه اللي عامله داود فيا. كان وقف وقال ليه المملكه انا ما استلمتهاش كده، ليه انا حاسس ان ربنا متخلي عني، مع ان انا لما ابتديت ما كانش الامر كده، انا لما ابتديت كنت انسان متضع وكنت بقول انا غلبان، النهارده انا عمال ادور على اللي حواليا والقوه، ولما رحت احارب عمليق عجبني ان انا امسك ملك وان انا الاقي غنيمه وما رضيتش اضيعها. ما عملش حاجه من دي. لو كان عمل ده من غير ما يسال صمويل ومن غير ما يطلب صمويل، الانسان يلجا احيان كتير للغيبيات لانه مش عارف ايه يواجه نفسه بالايه، يواجه نفسه بالحقيقه. احلى شيء ان الانسان يتعلم يواجه نفسه بالايه، بالحقيقه اللي ممكن تكون مش عاجباه، الحقيقه اللي ضده، الحقيقه اللي ضده. وانه اكتر حقيقه الانسان مش بيحب يتهرب منها ويهرب منها بكل طريقه هي ايه؟ ان انا غلطان، او ان انا اللي غلطان، انا غلطان، او انا اللي ايه اللي غلطان. ولو الانسان عارف يقولها ديت حاجات كتير تتغير، مشاكل كتير كانت ممكن تتحل لو الواحد عرف يقول انا غلطان، او انا اللي غلطان، او انا غلطان في كذا، بس بصدق وبصراحه ومن غير ما يحاول يبرر لنفسه او يلقي باللوم على اخر او اخرين. ثم جاءت المرأة إلى شاول ورأت أنه مرتاع جدا، فقالت له وذا قد سمعت جاريتك لصوتك، فوضعت نفسي في كفي، يعني حطيت إيه كفي على إيدي، أو زي ما بيقولوا يعني، أو روحي على إيدي، رقبتي على إيدي، وسمعت لكلامك الذي كلمتني به، والآن اسمع أنت أيضا لصوت جاريتك، فأضع قدامك كسرة خبز وكل فتكون فيك قوة استسير في الطريق. فأبى وقال لا أكل، فألح عليه عبداه والمرأة أيضا، فسمع لصوتهم وقام عن الأرض وجلس على السرير. يعني ما عرفش ليه الحتة دي مكتوبة، بس أتخيل أنه يعني عشان يقولوا إيه حالة، إيه حالة شاول كانت شكلها إيه. كان أحلى أنه مثلا يقعد قصاد ربنا في مسوح ورماد، بدل ما يبقى في حالة إيه مجرد الخوف والرعب لدرجة أنه مش قادر يأكل ومش قادر يصلب إيه يصلب طوله. بس ده شكل الإيه للإنسان كل ما هو يتخلى عن ربنا ويبعد عن ربنا.
فألح علي عبده والمرأة أيضا فسمع صوتهم وقام على الأرض وجلس على السرير. وكان المرأة عجل مسمى في البيت فأسرعت وذبحته وأخذت دقيقا وعجنته وخبزت فطيرا ثم قدمته أمام شاول وأمام عبده فأكلوا وقاموا وذهبوا في تلك الليلة مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن الروح القدس الآن وكل عنده كده. يعني الإصحاح السفر ابتدى يعني يقترب بنعمة ربنا إن شاء الله نحاول نخلص السفر المرة الجاية. أي أسئلة أو تعليقات؟ في ناس كتير جدا بتعتقد أن داود أخطأ في أيام راحته لما كانش بيطلع للحرب فأخطأ مع امرأة أوريا الحثي وقتل أوريا الحثي، لكن الإصحاح ده بيدينا أو الإصحاح اللي احنا قرناها دي بتدل على أنه هو أخطأ حتى في أيام ضيقته وأيام الحرب، فدي حاجات عجيبة الحقيقة في حتى في أيام الضيق وأيام حربه كان برضو بيخطئ. لا الحقيقة مش حاجات عجيبة، هي دليل على أنه ما فيش حد مع الفارق ما هو ده وده الفارق، هو الحقيقة مش مع الفارق، هو ده هذا هو الفارق، وأنه مش معنى أنه حتى في وقت استقامته ما كانش معناها أنه ما كانش له أخطاء، ولكن هو القصة بتاعة وقوعه مع بتشبع أنه وقع في خطية كبيرة وانه قتل شخص، ده مش بس الزنا، احنا دايما نقف عند الزنا، لكن هو الاخطر انه قتل أوريا الحثي شخص امين جدا ليه، اتكلمنا قبل كده عن أوريا. والحاجه الثانيه انه فضل في الحاله دي، واضح انه داود دخل في حاله خطيه راحه وعلى ويقولوا انه ما فاقش على طول، ده نسان النبي جاله بعدها بسنتين يمكن على ما ايه على ما فاق لنفسه، فالخطوره ان الانسان يدخل في حاله خطيه، مش عارف واضحة الفرق. في واحد يغلط غلطة موقف تصرف كلمة وبين ان شخص يدخل في حالة ايه، ومش بقول حالة فتور عشان بس ما نخلطش، ان في الفتور الانسان يتغصب ويفضل ماسك في ربنا، لكن انا بتكلم على حالة خطية، يعني ايه يعني يدخل في سكة ايه في تانية كان ممكن يكمل فيها ودي خطأ، لكن نرجع ابو داود خرج من حالة الخطية كسرها بايه بتوبة، قال اخطيت زي ما قال شاول قال أخطيت، بس كان الفرق كبير قوي، واحد بيقول أخطيت وهو حاسس بخطيته وواحد بيقول أخطيت كلمة وخلاص. وشفنا قبل كده أن شاول لما قال أخطيت قال إيه فاكرين لا لما قال له أكرمني أمام هذا الشعب، فلما قدم الذبيحة وهو مش كاهن، فلما جاء صموئيل كلمه قال له خلاص أخطيت تعالى قدم الذبيحة بقى عشان منظري مبقاش وحش قصاد الناس، مش بيقول أخطيت لربنا وبيقول أخطيت إيه يعني عشان المنظر عشان الناس. فعايز اقول انه لا هي مش عجيبه، هي بس دليل على انه حتى الاشخاص الكبار او القديسين كان لهم اخطاء، كان لهم ايه كان لهم اخطاء. ايام الاصحاح دوت اي خطيه لازم تبقى فيها كذب عشان تغطي على الخطيه بتاعتك، اي حاجه لو عملت حتى لو دخلت من الشارع الثاني ومثلا مامتك سالتك انت مشيت من انه الشارع فهتقول لازم تكذب، فاي خطيه لازم هتؤدي الى الكذب. وهنا لما بس فيها كذب في الاول لازم فيها كذب، لو عملت اي خطيه لازم هتكذب لو خايف انك عملتها. وكمان هنا في لما واجه صموئيل لما تعرف ايه اللي هيحصل لك لازم هترتعب، لو انت عامل خطية وحد واجهك بيها وعارف اخرتك هتكون ايه طبعا لازم ترتعب. احنا قلنا ان الخوف ملازم للخطية، لكن حكاية الكذب طبعا انا مش معترض معاكي، بس في نفس الوقت الفيصل برضو لو الانسان قال انا هقول الحقيقة انا غلطت هقول الحقيقة هتحمل نتائج وده توب لو لحق لكن الكذب طبعا الكذب لانه الشيطان الحقيقه العجيب انه من فم المسيح الوصف بتاعه اللي هو يعني الكذاب يعني، والحقيقه هو وقع الادم ازاي كذب لن تموت لا هتموت، فهو الشيطان كذاب، عشان كده الكذب فعلا يرتبط باي ايه يرتبط باي خطيه. الحقيقه ما انا مش موافق، لكن مش عايز اقول انه لازم هتكذب، لا في واحد بيقول لا انا غلطت وهتحمل النتيجه غلطت وهتحمل نتيجة، ودي توبة ان الانسان يكسر سايكل الخطية يكسر دورة الخطية.
نفسه ما تعبش. السؤال فيك لطيف دكتور عزيز، بتقول انه داود ما تابش غير لما ما تابش من نفسه غير لما نثان النبي قال وما المهم النتيجه. طب ما هو طب ما هو طب كل المواقف اللي حصلت مع شاول دي ما كانت ساعدتوش؟ صويل ما كلمش شاول؟ طب هو دي الموقف ده ما كانش موقف من يساعده؟ هو رب مين اللي بيكلمه هنا؟ ده روح صمويل. ده صمويل مات وكان كلمه كتير، صمويل كلمه كتير وحزن صمويل على شاول. مش بتشوف نح صمويل على شاول فاكره؟ فده في حياته وبعد ما ماتوا جاله. طب عمل ايه؟ قال له يا صمويل طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا بوظت الدنيا. فالقضيه مش ازاي؟ مش مهم من نفسي ولا من حد، المهم استجبت ولا لا. هي دي النقطه المهمه. يعني احنا برضو نفسنا نرفع الشخصيات للمستوى المثالي اللي في ذهننا. احنا مش قادرين نقبل عليهم انهم يعملوا كده، لكن هو الحلو مش في انهم بيتوبوا من غير ما حد يقول لهم ولا ما بيغلطوش اصلا، لكن ازاي الانسان يكون ايه؟ يعرف يقول ايوه غلط، ايوه غلط باي طريقه، باي طريقه إن كانت، يعرف يقول انا غلط. هي دي اللي تكسر الدايره، هي دي اللي ما تخليش في كذب. كان ممكن يقول له وهي ايه علاقتي بالراجل؟ كان ممكن نسان النبي لما جه قال له الحكايه بتاعه النعجه ومش عارف ايه، قال له انا غير الراجل ده، الراجل ده انت، قال له انت الراجل ده، قال له انا لا انا فين واعمل انا اعمل كده. كان ممكن يقول له 100 حاجه، كان يعني كان في 100 تبرير. كان ممكن يقول له حموتك، يعني لو شاول مكان، لو نسان ده جه يكلم شاول كان عمل ايه؟ كان قال له حموتك دلوقتي، انا اللي حموتك مش كده؟ بدليل انه صمويل مش كان خايف من شاول، صمويل مش نسان. يعني بالمناسبه نسان، نسان وجاد، نسان وجاد هم اللي كتبوا السفر لان اطلقوا نسان وجاد. طبعا اكيد الاتضاع يكسر على طول الشيطان، مفيش حاجه تكسر الشيطان ودوام. بالظبط 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 كده، الاتضاع هو السر. انا موافق تم، ده كلام مظبوط. ايوه يا شيخ، اعتقد من شخصيه شاول انه كان اهم حاجه يبين قدام الناس انه شخص بار وشخص كويس، مش مهم قدام الله. وده مشكلة السلطة، لما يكون واحد مثلا عادي ودخل وبقى ملك، ها، وحس انه ملك، هي دي مشكلة. ممكن تغير الشخص نفسه ويخليه تملي يحب يبان انه بار قدام الناس وكويس قدام الناس، وبعد كده ان هو مش حاطط ان الرب هو الملك بتاعه. يعني اهم حاجة اللي يمسك سلطة انه ما يحسش انه هو اللي ماسك السلطة، السلطة دي معطاة من الله. فده اللي حصل لشاول، انه حس انه هو اللي معاه السلطه، بس كان عايز تملي باين قدام الناس انه هو الشخص البار وبيروح متخفي وبيمشي وكل حاجه. ودي المشكله، انه هو حاسس قدام الناس انه بار، زي كتير مننا بيجوا الكنيسه وبيعملوا كل الفروض بس مش مع المسيح. هو بعيدا عن الحديث عن السلطه اللي قالت يعني نخش في دايره السياسه، خليني نقول انا نفسي احيانا كتير الذات. فهي طبعا هو دي ده كان محرك اساسي، وده اللي لخبط حياه شاول، ومش بدايته كانت كده. ولو كمل ده قال له انا عشرت يا الذله في اسرائيل وانا من سبط منسى سبط غلبان، وانا ما ينفعش ازاي تقول لي ابقى ملك؟ لكن بعد كده ملك ملك قوي، ومين يطلع مين داود ده اللي ياخد الالوف ورواه؟ وصمويل لو يرسل يمسح ملك ده انا اموته. اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الهنا مخلصنا الصالح حبيب يسوع، نشكرك يا ربي لان قدمت لينا يا ربي من خلال كلمتك الحيه والمحيه نماذج يا ربي، نماذج حلوه نحتذي بيها في التوبه والاتضاع، ونماذج نتحذر منها في رفض التوبه وفي الكبرياء. ابعد عننا يا ربي هذه الأمثلة، لأننا كلنا يا ربي مش بعيدين عنها. سهل علينا يا ربي ندين تصرف خاطئ، لكن مش سهل علينا نرجع عن التصرف الخاطئ. ساعدنا يا ربي ان احنا بالفعل نرجع لك بكل قلوبنا. بارك يا رب علينا وثبتنا فيك، فرح قلوبنا بيك، اذكر الكنيسة يا ربي وخدمتها في كل مكان،
بركة من العذراء وبركة كل مصاف للدسين. أبانا إليك عندما ندعو بشكر قائلين أبانا الذي في السماء تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.